خالد، بلعب في النادي الاهلي تحت 11 سنه 2009. انا مامي جاسم خالد، لعيب باسكت في النادي الاهلي تحت 11 سنه تحت رعايه كابتن ياسر غريب. جاسم حب اللعبه من خلال اخته وتواجده في الملعب مع اخته كتير. انا اسمي جايده خالد، بلعب باسكت في النادي الاهلي تحت 16 سنه. النادي الاهلي عودنا ان احنا نبقى نلعب على المركز الاول، مفيش مراكز ثانيه، علشان اختي كل يوم باجي النادي عشان تتدرب. جاسم بعد التمرين بتاعه دايما كنت بفضل ادربه، واي بفضل متابعاه في التمارين عشان لو غلط والكوتش مثلا ما اخدش باله انا اصحح له. هو كان بيسمع كلامي، واي حاجه كنت بقولها له كان بيسمع كلامي عشان يبقى احسن ويلعب بقى منتخب مصر وكده. هي اللي كانت بتقعد تدربني في باسكت، وبعد التدريب نقعد وتدربني واشوت وكده. طبعا كان سن صغير لما اخته ابتدت اللعبه، يمكن ما كنتش حاسه ان هو ممكن يبقى لعيب متميز، بس فعلا لما الحمد لله ابتدى في اللعبه بقى فعلا بشهاده الكباتن والبطولات اللي دخلها ان هو ما شاء الله متميز، وده يرجع لخطوته في اخته ان هو واخدها المثل الاعلى ليه، وحب من خلالها اللعبه. هي كتير بتاثر في شخصيته، كتير بتصلح له معلومات كتيره، بتخليه يرجع للكابتن يبقى الكابتن مبسوط ان هو عنده فكره عن اللعبه او على التدريبه من قبل ما هو يبتدي يقولها. فدي كانت استفاده قويه جدا من ان وجود حد قدوه ليه في نفس اللعبه اللي هو بيمارسها، ان هو يستفاد ان هو يقدر ان هو يعلي طموحاته، يبقى عنده قدوه ان هو حابب ان هو يبقى زيها. مامي بتبقى قاعده في التمرين مثلا وانا غلطت، هي تيجي تصحح لي وتحمسني ان انا ابقى احسن. فجاسم لما بيبقى بيغلط انا بروح اقول له يا جاسم انت غلطت في كذا وكذا وكذا، فانت لازم تبقى احسن وتتمرن كويس. وزي مامي بقى بتحمسني كده وتقول لي انت غلطتي في كذا، انا بروح برده اقول له انت غلطت في كذا، وبنحمس بعض وهو بيسمع الكلام وان شاء الله يبقى احسن. لان هي برده دخلت منتخب مصر، فكانت استفاده قويه جدا مع كابتن علي هاشم، فكانت رعايه قويه جدا ليها في المنتخب. من خلالها جايدة تطورت الحمد لله كتير، ودلوقتي من تطورها نقلته برضو الحمد لله لاخوها، ودي حاجه ساعدني جدا ان هم قادرين ازاي يتجمعوا مع بعض في حاجه واحده، يمارسوا نفس اللعبه، يستفيدوا من بعض. كتير كانوا كباتن يهرجوا مع جايدة يقولوا لا 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 ده اخوكي فائق بكتير، ايه ده، لا لا ده هيبقى نجم عنك كمان. فدي حاجه انا شخصيا بتسعدني قوي لما ممكن الاقي صغير حاطط قدوه لي انه اخته ال 16 سنه مثلا اعلى، ان انا عايزه ابقى احسن منها كمان. يمكن ده استفاده هو اكتر منها، ان هو كان موجود في الملعب وشايف تطور لعبها وانها بقت احسن. جاسم كان بيحب كرة القدم، بس أنا عشان كنت بلعب باسكت فحببته في اللعبة. ولما الكابتن كان بيمرنه في تمارين أنا كنت باخده برضه وبمرنه، كان بيسمع كلامي وأي حاجة باخدها من الكوتش بتاعي بعلمها له على طول، وكنا بنتدرب مع بعض ودايما بحمسه إن احنا نبقى أحسن في الباسكت ونبقى أحسن ناس ونلعب طول البطولات، ويبقى بحمسه كمان إن هو يلعب في الفيرست تيم ويبقى لاعب منتخب مصر. القدوة حاجة شيء مهم جدا، بيلعب دور مهم في حياة اللعيب، انه يكون ان هو يلاقي حد كبير يقتدي بيه، دي حاجة ممتازة. ولما يكون حد كبير فعلا مشرف ان هو يسعى ان هو يوصل له، انا ببقى سعيدة. انا بحاول اغرس في جايدة انها تبقى ام تانية لجاسم،
ان هي تحتضن رياضيا، تركز معاه في الحاجات اللي هو ممكن تفيده فيها. فعلا الموضوع ده فادني في جايزه، انها مثلا اخته ان هي بتحب قوي الالتزام بالمواعيد، بتيجي قبل تدريباتها، هو كمان بقى حابب الالتزام بالمواعيد، ان هو يبقى يجي قبل التدريب، حابب ان هو يلتقي باصحابه والكابتن، ان هو يبقى على قد المسؤوليه. لولا القدوه اللي عنده، لولا ما كان عارف كل الكلام دوت ولا قدر يحققه، ان هو يسعى ان هو يبقى متميز، يسعى ان هو يبقى كويس. انا كتير ببقى قاعده وبيتحاوروا في حاجه، ببقى سعيده ان هم قدروا يوصلوا لنقطه معينه، في ان هم يفهموا بعض، ان هم الاثنين يسعوا للوصول لحاجه معينه، حاجه كويسه. بطولات السيزون اللي فات، بطولة المنطقة، بطولة المرتبط، كنا عايزين ناخد بطولة الجمهورية بس ما حصلش نصيب. بحب ألعب بلاي ميكر، وأبقى إن شاء الله أحسن بلاي ميكر في مصر زي ستوفلين، وأخش المنتخب وأبقى أحسن واحد لعب في منتخب مصر. الرياضة قد إيه بقت شيء مهم جدا في حياة الأطفال دلوقتي، في كل حاجة، فكريا بدنيا. يمكن أنا جاتلي الفكرة متأخرة على جايدة إن أنا أدخلها مجال الرياضة، بس هي كانت متمسكة جدا، بس أنا يمكن قصرت معاها شوية، لكن الحمد لله الحمد لله سعيدة بكل مجهود وكل وقت ضيعته أو اتواجدت معاها فيه، إن الحمد لله لاقية إن ثمرت تعبي ومجهودي وصلت للمستوى اللي يليق. الحمد لله دايما مشرفوني، دايما القدوة بتاعت جاسم حلوة كويسة سعيدة. عمر القدوة ما كانت كلام، دايما القدوة كانت أفعال. عمري ما كنت أقدر أقول لجاسم ابقى زي أختك أو خد قدوة كويسة وهو شايف حد وحش مع قدامه، لا، لازم القدوة تبقى شيء مشرف، حد كويس يبقى مجتهد على طول، إن هو يسعى إن هو يحاول إن هو يوصل لها. فدي حاجة أنا كمامتهم سعيدة ومبسوطة وفخورة بيها، إن أنا قدرت إن كل تعبي أوصل للمستوى اللي أنا محتاجاه منهم، وإن كل يبقى راضي عنهم، ويا رب دايما جدا أبقى مبسوطة منهم، وكباتنهم يبقوا مبسوطين ومشرفين للنادي الأهلي في أي مكان يوصلوا فيه. عمرها كمان ما كانت شخص، قدوة وجودنا في النادي الأهلي في القلعة الحمراء حاجة ساعداني، إن ولادي من ناشئين النادي الأهلي إزاي طلعوا على المبادئ والقيم والالتزام، وإن هم يكونوا قد المسؤولية، قد الفانيلة الحمراء، قد مسؤولية إن هم يمثلوا ناديهم الكبير. الحمد لله دخلنا نادي عملاق، نادي كبير، كان برضو مسؤولية كبيرة ان انا اقدر احفزهم ان انتوا تبقوا قد المسؤوليه دي، قد ان انتوا تبقوا مجتهدين لما تلعبوا في مكان، تبقوا مشرفين، انتوا كبرتوا في نادي كبير، فتحاولوا ان انتوا تبقوا مشرفين للنادي الكبير اللي انتوا فيه. طبعا بكل قواعده وكل اللي احنا التزمنا بيه كانت حاجه مشرفه جدا، ساعدانا ان احنا النادي يبقى دايما معطاء لابنائه، دايما مجتهد. النادي الاهلي علمنا الانتماء للفانيلا الحمراء، وان احنا ازاي نلعب الماتشات على المركز الاول، وازاي نبقى كويسين، وده النادي الاهلي. واللي انا كنت بتعلمه من الكوتش بتاعي دايما كنت بعلمه لاخويا، ان انا ازاي وهو بيلعب بالجيم ازاي ان هو يبقى عنده حماس ان ده النادي الاهلي، وان هو لازم يفوز ويكسب وياخد المركز الاول. تعودنا في النادي الاهلي ان احنا المركز الاول، ما بنعترفش بالمركز الثاني، فدايما كنا مجتهدين جدا جدا على اولادنا ان ما تفكروش في المركز الثاني، احنا بنفكر. كانت حاجه متعبه وشاقه جدا
ان احنا طبعا بنتكلم ان احنا لازم نبقى المركز الاول، بس الحمد لله برعايه كل القائدين على النادي الاهلي ان احنا نوصل لهذا المستوى. فدي كانت حاجه عظيمه قوي، ان انا حتى وانا بعلم ولادي اعلمهم يعني ايه تبقوا متميزين في المكان اللي انتوا فيه، مش بس كويسين لا متميزين. وهو ده اللي علمنا النادي الاهلي عليه وعودنا عليه، ان احنا نكون قد المسؤوليه. وده الحمد لله من جايده لجاسم للقدوه اللي هم خدوها. فيا رب دايما نبقى قد المسؤوليه وقد ان احنا نعمل انجازات في النادي اللي ادانا اسمه، ودي حاجه ساعدانا جدا. بنتكلم في منظومه جميله جدا موجوده في النادي الاهلي. كره الباسكت دلوقتي من في النادي الاهلي من اشهر الرياضات الموجوده في النادي، ومحققه بطولات بلدت ما شاء الله اكثر من 6 سنين 7 سنين، بطولات متواصله على بطولات مستوى الجمهوريه لقطاع الناشئين ومستوى الدرجه الاولى في الدوري العام او السوبر او السوبر الافريقي او افريقيا. عندنا قاعده ما شاء الله كويسه جدا بنهتم بيها بناء على تعليمات القياده العليا، اذا كان مدير فني قطاع الناشئين او رئيس الجهاز، دايما بيقولوا لنا كمدربين نبس روح القدوه عند الولاد ونبس روح التعاون بين الولاد، ان مفيش فرق بين ولد وولد، المفروض الولاد كلهم بيبقوا مستوى واحد. وبفضل الله دايما بقول الولد في اول تمرينه كلنا واحد، كلنا فرقه واحد، كلنا تيم واحد، لازم نحب بعض، لازم كلنا بنقعد في النادي اكتر ما بنقعد مع اخواتنا في البيت. فانت واخوك انت وزميلك اخوات مع بعض، وشوف قدوه ممكن تلاقي من زميلك قدوه ليك تاخده يتعلم تتعلم منه، وده مش عيب ان انا اشوف واحد زميلي اتعلم منه مهاره كويسه وانا مش موجود كمدرب، او يجي يقول لي يا كابتن انا في مهاره انا عايز اتعلمها من زميلي بيعملها هعلمها له. فدي حاجه كويسه بالنسبه للقدوه في النادي او في البيت. دايما بقول للولد انت قدوتك مين؟ بيقول لي انا قدوتي مثلا اختي او قدوتي والدي او قدوتي لعيب في الدرجه الاولى او قدوتي لعيب بيلعب في الام بي اي. بقول له لازم يبقى ليك قدوه عشان تمشي عليها وتحتذي بيها. في ولاد بيبقى ليهم اخوات بيلعبوا فبياخد اخته او اخوه قدوه ليه. وفي ولد بياخد كمدرب بتاعه او مدرب الدرجه الاولى بيقول له انا كنت شفتك يا كابتن وانت بتلعب ففي مهاره كويسه قوي اتعلمتها منك. بياخد قدوه مثلا يشوف لعيب الام بي اي او لعيب الدرجه الاولى. بقول انا مثلا بشوف ابراهيم الغنام ابراهيم الجمال بيعمل مهاره كذا انا اتعلمت منه مهاره. فدي حاجات لازم نلبسها في الوقت من صغره عنده روح القدوه وروح الجماعه وروح التعاون مع زمايله، وده شيء بنلبسه في النادي الاهلي. لان بصراحه الاهلي كمنظومه واحده، تعاون قطاع الناشئين مع الدرجه الاولى، مدير القطاع رئيس قطاع الناشئين متواجد معانا على طول، سواء كان الكابتن طاهر رجب قبل كده وكان الكابتن سيد مصطفى موجودين معانا على طول في التدريبات، بيشوفوا التدريبات بيوجهونا اذا كان في حاجات في سلبيات بيقولوا لنا عليها، في ايجابيات بيقولوا لنا برافو. مستوى الاولاد الحمد لله من تقدم لتقدم، واحنا نامل بمشيئه ربنا ان النادي الاهلي يبقى احسن نادي في مصر كلها في قطاع الناشئين في الفتره دي.